بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جهاز السنترفيوج مهم جدا في كل معمل، هو روح المعمل. طبعا لازم في كل معمل لازم يبقى فيه جهاز واتنين، جهاز أساسي وجهاز احتياطي. جهاز السنترفيوج اللي هو بيستخدم في فصل العينات. أنواع الأجهزة اللي بتشتغل على شربون بتاخد فترة، بعد كده الشربون ده بيقف. عشان نوديه لمتخصص ان هو يركب الشربون ياخد وقت طويل، ياخد فلوس اكتر، عطلة في الشغل. تركيب الشربون حاجة مش صعبة، حاجة سهلة خالص للامانة. انا عرفتها من واحد زميلي، لذلك انا حبيت اوصل الفكرة لكل زمايلنا اصدقائنا اساتذتنا في معامل التحاليل، بحيث ان يكون موضوع تركيب الشربون حاجة بسيطة وسهلة. اول حاجة معانا سنترفيوج، بنفضي الانابيب منه. بعد كده بنبدأ نقلب الجهاز على ظهره بالمفك، نفك مجموعة المسامير اللي ماسكة القاعدة كلها. بسم الله. بنفك المسامير اللي على الطرف كلها. بعد ما بنخلص فك المسامير كلها اللي موجودة في الأطراف، بنحاول نرفع القاعدة. بس واحنا بنرفع القاعدة نخلي بالنا ان في جزء متوصل بالأسلاك وفي جزء مفهوش أسلاك، فنرفع بالراحة خالص ونحاول من تحت كده نبص نشوف الأسلاك في أنهي اتجاه ونرفع الأسلاك في الجزء اللي ورا. نرفع بالراحة خالص كده، احنا فتحنا جهاز سنترفيوج من جوه. اصبح قدامنا دلوقتي الجهاز من جوه، الشربون موجود في المنطقة دي وزيها الناحية التانية. بنفكهم، بنروح خالص الاتنين، بنحاول نطلع الشربون مع السوستة بتاعته بحيث ان احنا مندقيش اي جزء جوه الجهاز. ده الجزء الاولاني والناحية التانية، وادي الجزء اللي موجود في الناحية التانية. دي السوستة طبعا اللي ماسكة الشربون نفسه. اصغر مقاس شربون ده ثمنه تقريبا جنيه، ما يزيدش عن جنيه. موجود عند ناس اللي بيصلحوا خلاطات، اللي بيصلحوا ثلاجات، اللي بيصلحوا اجهزة كهربية البسيطة. بنفكه ونطلع الجزئين، بيكون بالشكل ده. وياريت اكتر لو نجيب الطويل اللي يكون طوله اكبر. هنيجي نقيس الشربون على مكان اللي بيدخل فيه، هنلاقيه كبير شوية. في الوقت ده هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة بسيطة خالص، عن طريق اي سكينة او اي حاجة ناخد جزء من الشربون ده من اي جنب من الاجنب بالشكل ده. طبعا هي سهلة وبسيطة، ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق ان احنا نغير الشربون لجهاز السنترفيوج. ونحاول نقيس نشوف هيدخل في الجزء التاني كده. تمام، خلاص جاهز ان احنا ندخله. ده
الجزء المخصص للشربون هنقيسه ونشوف هيبقى سهل ان هو يدخل ولا لا. طبعا دخل بسهولة. نشوف الجزء التاني ونأكد عليه، طبعا داخل بسهولة نفس القصة. هندخل الشربون واحنا بنحط السوستة بتاعته يكون معانا الغطا. ندخل السوستة ونضغط عليه كويس، بنقفل غطا الشربون نقفله كويس بحيث ان تفضل السوستة ضغط على الشربون نفسه، ونتأكد ان الشربون واصل لجوه. الناحية التانية نفس القصة، ندخل الشربون جوه خلاص. احنا كده حطينا الشربون ونتأكد انه واصل لجوه. احنا كده خلاص حطينا الشربون، نبدأ نقفل، نرفع القعدة راحة خالص بحيث انها تنزل ونحافظ على كل السلوك. وقبل ما نقفل لازم نجرب ونشوف كل حاجة سليمة وفي مكانها ولا لا. احنا هنجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كل حاجة متوصلة وكل حاجة مصدر. نقفل كل حاجة، نشيل الكهرباء ونقفل كل مسامعنا. احنا خلاص بنقفل كل المسامير بحيث ان القعده تفضل مستقره وثابته مكانها. نبدأ نجرب تاني ونشوف كل حاجة إن شاء الله سليمة. كده الحمد لله السنتر شغال كويس والموضوع سهل وبسيط جدا، ومش محتاج غير إن احنا بس نعرف مكان الشربون ونعرف مكان ازاي نركبه كويس وازاي ندخله في مكانه جوه مكانه. نبدأ نرجع الأنابيب بتاعتنا كلها مكانها. نجرب كمان مرة ونشوف ايه النتيجة ان شاء الله. كده السنتر ان شاء الله شغال كويس تمام التمام. اتمنى ان شاء الله تكون الفكرة مفيدة لزمايلنا.
انها بتسهل كتير قوي من الوقت وبتسهل كتير قوي من المجهود والفلوس في جهاز السنتر. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.